دوروا لكم على شغلة تنفعكم، احضروها هذا الخنزير، احضروا إلى أنك إلى أن شرف أختك. فضل يلا نسرح. هاي الحجار اللي فالتي جار، هاي فيك عروسة. وانا الشاحن 3% سبفصل. راح يفصل 2%. شو شوف الها اخر شيء سفكوا مخزن هاي الدار زيد، قبل يطلع هسه قبل شوي سلخ مخزن مسيل يا زلمه. هسه المخزن الحي اللي هو سمعتوش؟ مش كله حي الدار زيد، كله على حي الدار زيد هاي قبل يطلع من هون. ايه هاي ليش هاي سكوت انا بهون يجي نعمل بث لفة في البلد قبل يطفي التلفون. وين بدك؟ روح خلاص. خليك في البلد وروح. طب وسع من ورا السيارة بكل رجع. ارجع ابعد
رجع لي صافري صاف. ايش ايه؟ ترى اطلع انا. خلص ضمنا الزمان. ده شوف البلد بس. واروح. حياتي منها بس على راسي. مكين في المسير. اقسم بالله انه اشي بمكت اما فدى صرماي الضياء وعنا شهيد هسه بدنا نزفه استشهد اثناء المواجهات. اي كمان شهيد استشهد اثناء المواجهات اخرى شوي بدي يجيبوه. على المحل المواجهات اللي كانت محل ما استشهد الشاب. نطلع الله يرحمه. شوفي هون سكر البلد يعني قول يا رب. قول يا رب. هون الشباب استشهدوا. هون اثر المواجهات. هون اثر المواجهات. هون استشهدوا الشباب يا اخوان. المواجهات. هون استشهدوا الشباب يا اخوان. هون استشهدوا. هون استشهد الشباب. طبعا الطريق هون كلها مسكرة. هون استشهد بالضبط محل النار. محل النار. استشهد الشباب هون.
حول ولا قوة إلا بالله. هاي مسكر الطريق، فكان الشباب يسكروا على الجيش. لا إله إلا الله، إن شاء الله نشوف هاي الطريق فاتحة وأرض مسكرة. مسكرة فاتحة فاتحة. احاول اضب السيارة لانه الشوارع مطبشة كلياتها، الشوارع مجسرة حال المواجهات اللي كانت الليلة. الله يرحم الشهداء. ويشفي الجرحى. الدكاترة طبعا الدكاترة كانوا سهرانين طول الليل، الدكاترة طول الليل هم سهرانين. الله يعطيك العافية دكتور. الأخبار؟ الله يعطيك العافية. بدخن ولا بدخنش؟ بدخن. حتى السيجارة المقطوعة من نص الليل. طيب هاي بكيت شامل. لا 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 ما لقيت طلاق مرة الا تاخذ. لا اله الا الله يسلم. يلا سلامات. ولد شو السيرة؟ مقطوعين دكاترة مقطوعين من نص الليل. دخيل الله بس. دخيله الله. مش حرام؟ مش حدا فاقدهم؟ ناس عادي بنزل بشرب دخان لي. شو المشكلة يعني؟ هاي بننزل. بننزل بنجيب أحلى باكيت دخان ونروح. دكتور دي دخن طبعا طالع روحه ولا؟ دكتور دي دخن طبعا طالع روحه ولا؟ هون الشباب بتحاول تفتح، هون الشباب بتحاول تفتح الطرق. قديش هكا القلبي؟ 23 شيكل القلبي. الله لا يكسر حدا. مش مشكلة القلبة، المشكلة انه مين فاتح اشتري دخان. انا ودي افتح على اشتري لي دخان. والله انا ودي افتح على اشتري لي دخان. والله يا اخوان مواجهات في عرض. وانا استشهد الشاب الله يجيب لي باكيت دخان يا اخوان، ما بقدر بدخن شنو ثاني. لما نفذ لي في البلد يا عبد يا عبد. خلصنا خي، خلصنا نروح. شو كم يورو؟ مش بعرفني كم يورو. بدنا نشرب كيس دخان ونروح خلص اليوم. وقلنا نام لنا ساعتين قبل لا يجيبوا الشهيد. في عنا شهيد اليوم ان شاء الله. ننزفه. فيش ولا محل فاتح لفوق ولا واحد. شو هالفيلم هذا؟ طب ندخن. عيش اخوي. اشي بالسيارة بخابط عندي. منطبش عكس من الحجار اللي طلعنا عنهم. ما نشتريه. يا دخان ولا واحد فاتح. ان شاء
الله بنلاقي حدا فاتح تحت. ولا محل فاتح. من وين حضرتك؟ من يعبد؟ اه ان شاء الله اضراب. كل المحلات مسكرة يا وجوانا ولا محل فاتح. بدي اجيب لي علبة دخان عشان ادخن يا الدكتور. من امبارح في الليل سهرانين يا حرام، من الصبح ومعالجوا بالاصابات، فهو اول يدخن يروق راسه. كل بنص الليل يعني لو اتصل علي تلفون او بلغني اقسم بالله جبت له مكروز. هاي اقسم بالله لو مع علم بشرف اللي اودي لهم دخان واودي لهم عشا كمان، بس ما مع علم بشرف. يعني هم جيراننا يعني الجمعيه بحدنا. والله يا اخوي الدخان ادمان. هسه بنشوف المنطقه اللي تحت. شوف هاي المنطقة، وانزل على المنطقة اللي تحت. بلكي على الله الكينة حدا فاتح. طبعا هون ولا بكى في اشي هاي المنطقة ولا وصلها الجيش. اضراب عشان الشهيد، استشهد واحد في المواجهات. الدكتور عماد جوز زويا. يا رب هذا فاتح. يا رب فاتح يا حبيبي. سكر سكر الدكتور هذا المحل.